فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجدنا إذا ركع وإذا سجد فإنه يسبح بمقدار 20 تسبيحة، وهذا مستمر عليه، فهل فعله هذا من السنة؟ لا، كونه يشق على المأمومين ما هو من السنة. أيكم أما الناس فليخفف، على الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، ولا يثقل. على السنة أنه يخفف، تخفيف الذي لا يخل بالصلاة ولا ويدفع المشقة عن المأمومين، هذا السنة. نعم.